السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم فيديو جديد، عاوزاكم تحطوا لي لايك للفيديو ده وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. طبعا ده الفيديو طلب مني كتير، بتاع جولة في الشقة عملته لكم اهو. بحاول متأخرش عليكم بأي حاجة بتطلبوها مني، عشان كده بقى عاوزاكم تشجعوني وتحطوا لي كمان لايك للفيديو ده، واللي مش عندي في القناة ينزل تحت يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس على الكل عشان يشوف مني كل جديد. ده كده كان مدخل الشقة عندي، انا بوريكو اهو الشقة. ده ريسبشن قطعتين، الشقة عندي عبارة عن ريسبشن قطعتين وغرفتين مقفولين والمطبخ والحمام. تمام، هنا كده اول ما بندخل من باب الشقة ده الصالة اللي فيها السفرة ريسبشن، يعني جنب باب الشقة على طول حاطة الجزامة، وحاطة كده فوقيها هنا مراية. دي الجزامة اللي هي التركي، هي طبعا يعني مش بالشكل بالظبط اللي انا كنت عاوزاها بيه، بس برضو هي يعني طبعا نفعاني جدا ولما كل حاجة. بعد كده بقى بعد الجزامة جنب باب الشقة على ايدي الشمال اوضة الاطفال، هندخلها مع بعض اهو. هوريكو بقى الاضاءة اللي فيها والجبسون بورد اللي انا كنت عاملاه. صراحة كل حاجة في اوضة الاطفال يعني اتعملت زي ما انا عايزة بالظبط الحمد لله، وكان اختياري للالوان فيها والعفش بتاعها وكل حاجه كان موفق يعني الحمد لله، راضي عنها جدا وما فيهاش اي حاجه مضايقاني. هو كده السريرين في الوش تحت الشباك، وفي ظهرهم طبعا الستاره زي ما انتم شايفين، وهنا ده كده الجبسون بورد. عملت الرسمه دي كده كانت هاديه جدا بالنسبه لي يعني، فعملتها شايفه ان هي ماشيه مع جو الاوضه، مش الحاجات اللي هي الاطفال الميكي ماوس والكلام ده، وفي نفس الوقت برضو ايه يعني تمشي مع جو الاطفال الشباب شوية، ماشي يعني مع الدنيا دي. كده عندي هنا الاضاءة بوريها لكم، والنجفة دي كده اخترتها اللي هي الثلاث قطع دي، هي حلوة جدا الاضاءة بتاعتها هادية وسهلة في التنظيف، مريحاني جدا الصراحة. هنا بقى اوضة النوم، سريرين اهو، الظهر متنجد بتاع السرير نصه متنجد، هو التلت والتلتين، التلت مش متنجد والتلتين متنجد. عاملاه باللون الجري برضو. وهنا كده الدولاب اهو، ده دولاب جرار، هو الدولاب الاصل في الصورة اللي انا كنت عاملة عليها العفش، الدولاب فيها ما كانش جرار بس انا خليته جرار عشان المساحة. وكمان ده المكتب اهو بوحدة ادراج، انا مستغلية كل شبر في الأوضة يعني حاطة فيها حاجات، هتلاقوا حاجات تحت المكتب وحاجات في كل حتة. طبعا منصحش حد ان هو يكركب الدنيا على نفسه يعني ولا الكلام ده، حاولوا على قد ما تقدروا تستغلوا المساحة وفي نفس الوقت يكون الجو رايق يعني الدنيا ما تبانش مكركبة. عشان الناس اللي هتسأل الشقة دي كم متر، الشقة دي اقل من 70 متر، مش عارفة يعني حوالي 67 متر كده يعني. هنا دول كده الاتنين كوشن دول، كنت عاملاهم مع الستارة برضو من القماش بتاع الستارة، انا ما حاولتش ادخل الوان كتير في الشقة عامة كلها، هتلاقوا الشقة كلها اللي هو اللون الجري، الجري فروز الكلام ده، والعفش بره طبعا زي ما انتوا عارفين زيتي. واقول لكم ليه اخترت اللون الزيتي وعاملة ليه كله لون واحد، هتعرفوا ده لما نطلع بره. هنا خلاص انا بوريكم اهو كل حاجه كده في الاوضه بتاعه الاطفال. طبعا لو حد عايز يسال على اي حاجه في الفيديو ده بعد ما تتفرجوا عليه، انا تحت امركم في اي حاجه عايزين تعرفوها يعني، انا كده بتكلم في الحاجه اللي انا شايفاها يعني قدامي او ممكن تفيدكم، ممكن بقى اللي عايز يعرف حاجه تانية يسالني هرد عليكم في الكومنتات. هنا السفره اهي، السفره دي اكليريك، الجزء اللي فيها ده ازاز، بوريهولكوا اهو ان هو اعلى سنه بسيطه من الخشب، فطبعا مش هينفع يتحط عليه ازاز، الازاز ما بينفعش يتحط على ازاز، فهي السفره كده عندي من غير ازاز. تمام، الكراسي برضو هي 6 كراسي، ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيهاش شغل، هو الفكره بتاعتها في الجزء الازاز الاسود ده، انا كنت حابه يعني شكلها وكده، كنت شايفاها في صوره برضو. كل العفش اللي عندي انا عاملاه من صور، طبعا حاولت اوفق الدنيا مع بعضها على قد ما قدرت. دي الصورة
بتاعت السفرة والبوفيه. النيش انا كنت جايباه من صورة تانية. النيش عندي قطعتين طبعا، كل ده عشان المساحة. نصيحة لأي بنت لسه بتجهز، لو انتي تعرفي تعملي، لو عندك المساحة تسمح بالنيش قطعة واحدة حتى لو صغير، هيكون أفضل بكتير من القطعتين. ده بالنسبة لي طبعا. ليه؟ في المساحة انتي لما بتيجي بترصي حاجتك بتبقي عارفة تتحركي كده جوه النيش. القطعتين ده صغير يعني مش بياخد كل حاجة، او مش بيبين شكل الحاجة زي ما بتبقى مرصوصة في نيش كبير. عاملة النيش جواه ضوء ليد علشان تظهر لي عندي شكل الحاجة. بس هو اللي كان متوفر اللي هو النور الابيض ده، ما كانش موجود النور الاصفر ساعتها. طبعا الاصفر بيدي شكل احسن. هنا اهو البوفيه برضو عليه نفس الازاز باللون الاسود، هو ساعتها كان طالع موضة يعني الأسود ده. وبوريكو هنا الجزء التاني بتاع النيش. هنا بقى كده السفرة اهي، بوريكو كل حاجة عليها. الجزء الإزاز أنا حط عليها كده الحاجات الإزاز دي. هنا ده الجزء التاني من النيش، حاطة فيه الرفين اللي تحت كده الصيني بتاعي، وفوق كاسات وقهوة وشربات برضو كاسات كده يعني الحاجات بتاعت النيش دي. هنا بقى جنب النيش ده كده، هنا الجزء التاني من الريسبشن عندي، برضو الركنة لونها زيتي. وهنا الستارة بتاعتي عاملاها اللون الروز في الزيتي برضو. الجبسون بورد كده انا عملت المكتبه دي لان ما كانش ينفع احط مكتبه التلفزيون الخشب، عشان طبعا المساحه بتاعه الريسبشن الجزء ده ضيق قوي، فما كانش هينفع الترابيزه بتاعه الريسبشن دي معاها ترابيزه التلفزيون، ما كانش هينفع الاثنين مع بعض، ما كانش هيبقى فيه مساحه خالص ان يبقى فيه حركه في المكان ده. فعملتها كده بالجبسون بورد برضو مكتبه للتلفزيون، بحيث ان هي تدي شكل وفي نفس الوقت ما تاخدش من مساحه الجزء ده يعني. كنت هقول لكم بقى حكاية اللون الزيتي، انا ليه مثلا مش عاملة السفرة لون والريسبشن ده لون، او الركنة لون يعني، علشان الاتنين الجزء ده مفتوح على بعض، فعلشان تبقى حاجة مريحة للعين يعني ان الاتنين يبقوا لون واحد. تاني حاجة انا عاملة كله زيتي سادة ليه؟ علشان مثلا لو حبيت فيما بعد اغير الستارة مثلا اعملها في مستردة، اعملها مثلا روز فاتح سادة، برضو اي لون تاني بيليق مع الزيتي فيمشي مع الدنيا عندي، ما تبقاش الدنيا عندي ايه الالوان مناقضة ويبقى صعب ان انا اغير. لو حبيت مثلا اجيب حافظات سجاد برضو لون مختلف شوية فيها الوان مع الزيتي، الكلام ده كله يمشي مع بعضه، ما بقاش مضطرة ان انا اغير لا السجاد وغير والسفرة مثلا تبقى ربطاني بالالوان اللي فيها والكلام ده. حبيت ان الدنيا كلها تبقى واخدة من مية بعض بلون واحد، وفي نفس الوقت لما احب اغير اعرف اغير تمام. حتى السجاد برضو صراحة انا كنت حابة اجيب السجاد يعني شكله فيه مبهج عن كده شوية، بس ده اللي كان متوفر ساعتها وانا بشتري، لان اللون الزيتي في السجاد ما كانش لسه نزل يعني زي ما انتشر الفترة دي. يعني انا بقالي كده 5 شهور اهو متجوزة، ما كانش لسه الزيتي، حتى كان كله مستغرب ان انا عاملة زيتي، يعني زيتي فروز ازاي؟ كان كل اللي كنت بسأله في السجاد والكلام ده والمعارض اللي انا روحتها والنساجون والكلام ده، ما كنتش لاقية الزيتي في الدرجة بتاعة الروز اللي انا كنت عاملاها، لان السفرة دي والركنة معاهم كرسي تاني في الصالة انا دخلته في اوضة النوم، هتشوفوه وانا بوريكو اوضة النوم. فالمهم يعني ان ده اللي كان متوفر ساعتها. هنا برضو بوريكم الاضاءة بتاعت الجزء ده اللي هو فوق السفرة اهو، برضو عاملاه جبسون بورد ومعاه الخشب، صراحة بيدي كده شكل حلو جدا وهدوء، مش حاجة مبهرجة وفي نفس الوقت شكلها شيك. هنا كده الجزء ده واضح، يا رب كده اكون قدرت اصور لكم الحاجات تستفادوا منها وتاخدوا مثلا لو في افكار عجبتكم تاخدوها. هي الفكرة ان المكان صغير فمحتاج يعني ان انت تستفادي بكل شبر فيه، فانا على قد ما قدرت والله ان انا انظم الدنيا، نظمت طبعا انا مش شركة ديكور يعني، بس عملت كده على قدي.
هنا الجزمة تاني اهو بوريها لكم. برضو الالوان اللي هو اللون الاقوى اللي مدي على زيتي ده، والروز والموف ماشيين برضو مع الدنيا. هنا ده كده باب الحمام، ندخل بقى على اوضه النوم. برضو سجاد اوضه النوم جري في زيتي في موف. اوضه النوم ده الجبس بورد بتاعها، الرسمه دي برضو كنت شايفاها في صوره على النت، جبتها صراحه الراجل بتاع الجبس يعني كان عامل كل حاجه زي ما انا عايزه، يمكن ده الصنايعي الوحيد اللي دخل الشقه وعمل لي كل حاجه زي ما انا عايزه، طلعها لي بالظبط زي ما انا عايزه. شكلها طبعا شفتوه، وهو لما بتنور طبعا بتبقى حلوه جدا. هنا السرير لون الجري برضو، انا عن نفسي بحب اللون الجري وبشوفه بالنسبه لي ان هو مريح، وما بحبش بهرجه الالوان خالص، وبشوفه ان هو بيمشي مع كذا حاجه، يعني اي حاجه بفرشها على السرير بتكون مناسبه. وطبعا مش اي حاجه اللي هو جايبه الوان يعني انا مش حباها او مش مرتاحه لها، لا انا علشان كنت محدده ان انا هعمل اللون ده، فطبعا الاطقم بتاعه السرير بتاعتي حاولت اختارها ان هي تناسب الفرش عندي، يعني ان انا لما افرش الحاجه يكون شكلها مناسب وفي نفس الوقت المفروشات برضو. هنا كده بوريكم الكومودينو والدولاب. انتوا طبعا شفتوا اوضه النوم في فيديو لوحده ساعه لما كنت بعمل فيها روتين، وشفتوا المطبخ لما نزلت لكم جوله في المطبخ، والريسبشن بره عملت فيه روتين كذا مره، يعني انتوا شفتوا الحاجه دي كذا مره برضو، فهي مش جديده عليكم. هنا ده الكرسي اللي انا بقول لكم عاملاه بره مع الركنه، مدخلاه هنا في الاوضه، حبيت ان بره يبقى فيه وسع عن كده شويه. كمان كنت في رمضان كنت عامله كورنر صاله كده في الجزء اللي انا كنت حاطه فيه الكرسي، فمن ساعه ما دخلته انا مطلعتوش تاني. هنا دي التسريحه بتاعتي اهو، الجزء اللي هو فيه المرايه الكبيره ده، والجزء التاني بتاع الادراج. انا النهارده مش هعمل لكم جوله في التسريحه يعني، بس هنبص فيها كده بصه سريعه في الجزء اللي هو بيتفتح ويتقفل ده. ده فكره كويسه جدا للبنات اللي جايبه حاجات كتير زي كده، اللي هي مستلزمات العنايه بالبشره والبرفانات والحاجات اللي هي الكوزماتكس، الحاجات دي كلها يعني صراحه بتاخد مكان، فده افضل حل ليها ان هي يبقى في واحده كده بالطول لماها كلها. طبعا في من الحاجات دي كده الحاجات الزياده اللي عندي، في من الحاجات دي حاجات في الوحده بتاعه المرايه بتاعه الحمام، والجزء اللي هو تحت الوحده بتاعه البردو بتاعه الحوض، وفي كورنر كده عندي ستاند برضو حاطه فيه الحاجات اللي هي الشامبوهات والكلام ده اللي احنا بنستخدمها، وحاطه فيه موزيلات برضو. فهنا يعتبر الحاجات الزياده اللي انا مش بستخدمها. هنا دي استريحه كده، انا بقدر الامكان لما الحاجات اللي عليها يعني، علشان برضو ما بحبش البهرجه، وحاطه فيها المنظمين الصغيرين دول، حاطه فيهم فرش والاقلام اللي انا بستخدمها بتاعه الروج او الايلاينر والحاجات دي كلها برضو إيه لمها يعني. هنا كده دي الطرقه الصغيره اللي عندي، برضو حاطه فيها نفس المشايه بتاعتها، نفس السجاد اللي بره ده. كده باب الحمام، طبعا شفتوا الحمام معايا قبل كده، دي مش اول مره، انا كنت عامله فيه روتين قبل كده. هو اول ما بندخل كده برضو الحمام صغير، فانا حاولت استغل المساحة بتاعته ان انا اعمل جزء كده مقفول من تحت، علشان لما الجزء بتاع الشاور ده المية متطلعش على بره. هي فكرة حلوة جدا صراحة، مريحاني يعني. ولو برضو عندي حاجة كبيرة مش قادرة اغسلها في الغسالة او كده، مش داخلة في الغسالة، بغسلها في الجزء ده، ما بتطلعش مية خالص. دي الوحدة اللي انا بقول لكم عليها اهي، حاطة فيها حاجات برضو. وهنا كده المدخل بتاع المطبخ، طبعا احنا عملنا في المطبخ شغل جامد جدا مع بعض، احنا تقريبا من ساعة ما فتحت القناة واحنا مبنخرجش من المطبخ، فالمطبخ ده انتوا حفظتوه يعني، فانا هاخد لكم كده فيه جولة سريعة مفهوش اي حاجة يعني. المطبخ انتوا حافظينه،
بس كده يا رب اكون قدرت افيدكم واوصل لكم حتى لو فكرة بسيطة تفيدكم تستفادوا بيها العرايس اللي لسه هتتجوز او لو حد عايز يجدد حاجة في الشقة عنده. طبعا احنا طول ما احنا عايشين يعني طول ما في جديد بيطلع وطول ما الناس بتحب تغير وكده تكون الجولة بتاعتنا خلصت. يا رب اكون قدرت افيدكم حتى لو بحاجة بسيطة. اشوفكم فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامة.